بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا نبي الله السلام على علي أمير المؤمنين السلام على فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام على خديجة الكبرى أم المؤمنين والمؤمنات السلام على سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى سبط رسول الله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيارة أبو طالب عليه السلام السلام عليك يا سيد البطحاء وابن رئيسها السلام عليك يا وارث الكعبة بعد تأسيسها السلام عليك يا كافل رسول الله السلام عليك يا حافظ دين الله السلام عليك يا عم المصطفى السلام عليك يا أبا المرتضى السلام عليك يا والد الأئمة الهدى كفاك بما أولاك الله شرفا ونسبا وحسبك بما أعطاك الله عزا وحسبا السلام عليك يا أشرف الوجود السلام عليك يا ولي المعبود السلام عليك يا حارس النبي الموعود السلام عليك يا من رزق ولدا هو خير مولود السلام عليك يا من خصص بالولد الزكي الطاهر المطهر العلي اشتق اسمه من العلي هنيئا لك ثم هنيئا لك من ولد هو المرتضى من رسول وأخ الرسول وزوج البتول وسيف الله المسلول هنيئا لك ثم هنيئا لك من ولد هو من محمد المصطفى بمنزلة هارون من موسى هنيئا لك من ولد هو شريك النبوة والمخصوص بالأخوة وكاشف الغمة وإمام الأمة وأبو الأئمة هنيئا لك من ولد هو قسيم الجنة والنار ونعمة الله على الأبرار ونقمة الله على الفجار السلام عليك وعليه وعليهم أجمعين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي ابن مولاي يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا كن شفيعنا وشفيع والدينا في يوم الجزاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا حجة الله في الأرض يا صاحب العصر والزمان سيدي الأمان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا كعبة الإيمان يا إمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك ورحمة الله وبركاته